بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه اللي بالتاكيد بينورنا وشرفنا فيها الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عبد الحكيم ابو علم، اللي هنتكلم معاه في ملفات مهمه جدا اكيد السوشيال ميديا كلها بتناقشها في الايام الاخيره، وكمان فرصه نعرف منه بعض الاخبار والمعلومات الجديده اللي بالتاكيد جمهور الاهلي مستني يعرفها في الايام المقبله. استاذ حكيم ازيك، منور الدنيا واهلا بيك في برنامج الترند. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد، ببقى سعيد اني موجود معاك. احنا اسعد بالتاكيد، وفرصه نفتح معاك ملفات مهمه جدا، ولكن هبدا معاك الاول بلقاء بالامس كان على شاشه الاهلي من خلال الكابتن احمد شوبير في وجود الاستاذ احمد حسام عوض عضو شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، واللي اتكلم في ملفات مهمه جدا ليها علاقه بمساله المداخيل الماليه وعقود الرعايه والاعلانات والتارجت اللي الشركه بتشتغل عليه للفتره الجايه. ليه ببدا معاك الحوار ده؟ لان في حلقه سابقه يمكن الاسبوع اللي فات كان استاذ حكيم اتكلم في جزئيات ليها علاقه ان النادي الاهلي بيسعى لتنميه الموارد من خلال افكار جديده تتعلق بعقود الرعايه في السنوات اللي جايه، فاكر؟ احنا اتكلمنا في الاسبوع اللي عدى فعلا، وقلنا النادي الاهلي بيشتغل مبكرا جدا لملف عقد الرعايه اللي بينتهي في شهر 8 او شهر 7 2025. يمكن بعد الكلام ده ناس كتير على السوشيال ميديا تقول لك اصل انتوا عشان قناه النادي الاهلي لكن طلع الاستاذ احمد حسام عوض عضو مجلس اداره شركه الكوره بالنادي الاهلي واكد نفس الكلام وقال لك ان احنا بنشتغل. كمان انت جزء مهم جدا من دورك كنادي اهلي مش انك تبقى ممثل جيد للكره القدم او في جميع الالعاب او انك تبقى تجيب بطولات او كمان تصدر تبقى مورد مهم للمنتخبات في اللعيبه، لا كمان لك ادوار تانية، دور مهم، دور تنموي ودور اجتماعي ودور كمان ان انت بتتماشى بتمشي مع سياسه ورؤيه الدوله، سياسه ورؤيه الدوله زي ما رحت مثلا تعمل فرع التجمع الخامس اللي هو قريب جدا من العاصمه الاداريه واشتغلت عليه وفتحته خلى الدنيا اشتغلت في المنطقه زي ما انت قبل كده عملت فرع الشيخ زايد، ده جزء من دورك في ان انت تتماشى. كمان دورك اللي قاله امبارح الكابتن احمد حسام عوض يمكن حتى ما وضحوش، هو اتكلم في خطط عامه ان انت دورك زي ما الدوله بتحاول توجد مداخيل للدولار العمله الصعبه، انت التاني دورك ان انت بتروح، وقال لك امبارح ان احنا بنشتغل على جزئيه ان احنا نجيب شركات اجنبيه تبقى من رعاه النادي الاهلي سواء شركه طبيه او شركات راعيه. كمان اتكلم على حاجات كتيره جدا تتعلق بالاستثمار وان احنا مش النادي الاهلي، ان في مصر في جاب كبير جدا ما بينك ما بين الانديه اللي بره، ده يمكن اللي يفسر لك قد ايه حجم الديون اللي على بعض الانديه اللي هي ما بتشتغلش على جزئيه التسويق الرياضي وان انت تعرف تسوق المنتج بتاعك. وما تقوليش مثلا ان انت اصلا ما عندكش جماهير زي النادي الاهلي وانت ما عندكش بطولات، النادي الاهلي بيحققوا البطولات نظامه وسيستمه وتسويقه. في جزئيه احمد حسام عوض يا استاذ محمد انا عايز بس اتوقف عند جمله بعيدا عن جزئيه الفلوس والنادي الاهلي بيشتغل وبيشتغل في سكه ان انت تنمي مواردك ان انت بعد مثلا توصل رقم اعلى من الرقم اللي انت وصلت له، كمان ان انت لو كان عندك مشكله قبل كده في التعاقدات انت يعني مش هي مشكله في التعاقد يعني كنت بتوجد صعوبه في ان انت مطلوب منك 1,450,000 دولار شهريا زي ما المهندس خالد مرتجي قال من حوالي اسبوع، لكن انا عايز اتكلم عن نقطه ان انت كيف تصنع كوادر رياضيه، ودي حته ان انت مش بتيجي رئيس نادي او مجلس اداره نادي بتيجي تقضي دورتك تحقق بطولات زي النادي الاهلي وتمشي، لا دورك ان انت بتسلم اللي بعدك كوادر اداريه مؤهله ان انت تمسك مناصب في النادي الاهلي او مناصب في الرياضه بشكل عام بعد 4 أو 5 أو 6 أو 7 سنين. الكلام ده مش هتلاقيه الا في النادي الاهلي، ودي مش مجامله عشان احنا في قناه النادي، دي الحقيقه. احمد حسام عوض امبارح بص له كده وشوف هو بيتكلم، شوف الفكر، شوف الاستراتيجي، شوف الراجل اللي بيكلمك فيه بيقول لك احنا بنجيب منظومه طبيه تشتغل من ناحيه توفر لك الفلوس اللي انت بتصرفها. الحلقه بصراحه امبارح مع الكابتن احمد شوبير بامانه يعني كانت فيها تفاصيل ايجابيه جدا ومناقشات حواريه تقدر تطلع بمعلومات وتعرف كمان يعني تفكير الكوادر الشبابيه اللي موجوده داخل النادي الاهلي. ما ده انا بقول لك على ان انت مثلا واحد زي احمد حسام عوض ده كادر انت بتبنيه للمستقبل، زي مثلا امير توفيق حتى لو انت اختلفت مع رؤيته ده كادر بتبنيه للمستقبل، زي ما انت عندك كابتن حسام غالي كادر بتبنيه للمستقبل، هو كان لاعب رائع بس انت دلوقتي بتتكلم على اداري بتحاول تطوره اداريا، عندك كان كابتن سعد عبد الحفيظ برضه بنيته بدا معاك من تحت صحيح من ايام كابتن حسن حمدي، ناس كتيره جدا بتشتغل، عندك دكتور محمد سراج، عندك محمد الضماطي، عندك مهند مجدي مش عايز، عندك مي مش عايز انسى اسماء، بس ده حته مهمه جدا. امبارح وانت قاعد بتتفرج بتبقى مبسوط تبقى فرحان. مين في الانديه تعالى معلش هناخدك في حته بره السياق، قدر تقول لي مهندس هاني ابو ريده تتفق او تختلف معه، هو عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والافريقي لكره القدم، مين في مصر موجود حاليا يتحط على التراك بعده بنيت كادر؟ بعيد لسه، مش بعيد، مش موجود. دكتور حسن مصطفى وهو شخص عظيم جدا رئيس الاتحاد الدولي، حطيت مين ككادر يجي بعديه بعد كام سنه عشان تقدر تعمل الكلام ده اذا عملته؟ النادي الاهلي بيحضر الكلام ده من بدري جدا. هتقول لي الفوارق بعيده جدا، اقول لك ما الفوارق مش بعيده. انت دلوقتي كابتن محمود الخطيب باني تحتيه اجيال، نائب رئيس نادي، عضو مجلس اداره، ايه الكلام ده كله،
جبت حد اعضاء مجلس اداره تحت السن كابتن حسام غالي في شركه اهلي كره القدم، احمد حسام عوض ده انت مش بتبنيه وبتاسسه وبتدي له فرصه ان ياخد، خد بالك المسؤوليه دي شيء مش سهل. طب اروح معاك بقى للماليات شويه. في تفكير فعلا ان ممكن يكون في ارقام ماليه لعقود رعايه من خارج مصر بحيث ان يكون في دخل دولاري في السنوات اللي جايه؟ طبعا في تفكير، ما هو انت السنه دي كرعايه وكبث فضائي لا بس فضائي انت محكوم بحاجه هنا برضه هتفضل واقف قدامها كتير، اللي هي جزئيه ان انت الشرط بس اللي هي بقالك سنين بتتكلم فيها وهتفضل انت اسير للجزئيه دي، والنادي الاهلي بيتعرض لظلم لان انت بتبيع بس جماعي لكن النسبه الاكبر بس هيتعرض لظلم. لكن تعالى مثلا طلع النادي الاهلي من المعضله، النادي الاهلي ليه بيروح للحته دي؟ الدوله سياستها نفسها انك توجد موارد استثمار بالدولار، فانت نفسك قصدي انت عندك شركتين بالفعل موجودين في عقد الرعايه الحالي، لكن انت بتحاول تشتغل على جزئيه ان انت بقى كمان العقد نفسه بالدولار. ودي يمكن نتكلم فيها كابتن حسام، احنا مش بنقولها عشان مثلا ده احنا بنجيبها عند الاستاذ احمد حسام عوض اتكلم فيها امبارح، ان انت الشركات بتحاول تشتغل على ان بقى العقود بتاعتك بالدولار، وده شيء مهم جدا ان انت تدي الفرصه، وانا اعي معنى الكلمه تدي الفرصه للنادي الاهلي انه يشتغل في الحته دي، لان النادي الاهلي بره يا استاذ محمد واحنا طلعنا انا وانت واصدقاء صحفيين كتار وشافوا النادي الاهلي بره، هي الكلام شعبيه النادي الاهلي بره في الدول العربيه مش بالكلام، مش هقول لك انا مثلا انا الاكبر شعبيه في الوطن العربي مش بالكلام، مش بالشعارات صح، مش بالشعارات، مش انا اطلع اقول لك دلوقتي في برنامج تلفزيوني النادي الاهلي اعلى شعبيه، لا هي القصه مش كده، القصه تعالى حضرتك قيس وانت بتطلع بره، وانت بتروح الامارات وانت بتروح السعوديه وانت بتروح الكويت وانت بتروح قطر وانت بتروح الجزائر المغرب وانت بتروح اي مكان في العربي وافريقيا وحتى عالمي، شوف دلوقتي اسم النادي الاهلي قد ايه، انت رايح انتر كونتيننت رايح كاس العالم دي 2025، شوف لما انت وفد من عندك طالع رايح كاس العالم دي، احنا كنا بنتكلم الاسبوع ده قلنا في مين هيطلع، قلت لك النادي الاهلي لسه هيدرس الموضوع بس عشان بعد المسافه، كابتن محمود الخطيب يمكن تم الاعلان الرسمي كابتن محمود الخطيب والمهندس خالد محتاج، تخيل بقى انت وفد رايح النادي الاهلي يحضر وسط 30 او 32 وفد من اعلى انديه العالم، الكلام ده بكام؟ الكلام ده بفلوس بقى، احنا اتمنى ان احنا يبقى في مساعده انك تدي النادي الاهلي الفرصه ان يقدر تساعده تدي له بوش في الحته دي، يجيب شركات تشتغل في السوق المصري. بس في معلوماتك انت في شركات فعلا جاهزه؟ في اربع شركات موجودين، اربع شركات، اربع عروض، اربع عروض، اربع عروض موجودين اوكي عندك، منهم واحده امبارح الاستاذ احمد حسام اتكلم عليها الجزء الطبي بتاعتها دي هتيجي تعمل لك رعايه طبيه، وفي ثلاث عروض تانيين موجودين، بس القضيه كلها انت برضو لازم تدي النادي الاهلي دفع ان تخليه يشتغل في الحته دي. أكيد.